بالله على السلامة. سلامتك. شو جايبك انت لهون؟ شو هالحكي طارق؟ فلي ما بدي اشوفك. طارق بس انا عم اقول لك فلي فلي. ما بيصير هالحكي يا طارق. مرتك كانت رح تموت رعب عليك وانت بالعملية. هالشي رح بخليني امشي على اجري مرة تانية. وكانت صريحة معي من الاول وخبرتني وما خبيت علي. كنت عرفت اتصرف مع هذا الجد الوسخ. كنت وقفته عند حده. ما كنت وصلت اللي انا فيه هلا. يعني هي السبب هلا؟ اكيد هي السبب. ما بعرفك بتفكر هيك يا طارق. بس سمر يمكن يكون اكيد عندها اسبابها تما خبرتك. بدي انتقم منه. لو بدي الحق اخر الدنيا. إن شاء الله بيكون خيي مش بس ابن خالتي مفرقني معي. فكروا إذا هرب برات البلد رح يقدر ينفذ مني. شو عرفك إنه هرب برات البلد؟ ما تستهون ما عارفة يا يوسف. تليفون صغير أنا بعرف كل شيء. بس قديش بده يهرب؟ شهر اثنين ستة بالآخر بده يرجع. ساعتها بتشوف المشتور عم يتحرقص لما يكون عم يحوم حوالي مرتي ويجرب يحببها فيه. أنا بعرف وضعك طارق. بس سمر أكيد أنت بتعرف إنه ما بتحبه بتحبك إلك أنت. سمر ما رح تقدر تعيش مع مشلول مثلي. خي أعطيها فرصة. بعدين مين اللي قال لك حتبقى مشلول؟ خلينا ننطر الحكيم ليجي وبعدين هو بيخبرنا. حاطط باسورد يا كلب. طيب الا ما اعرفه. استاذ فادي بك شي مضيع شي؟ لا لا اتركيني لوحدي. مشكلة مش عم بفهم من شو خايف علي. لازم يخاف علي منه مات. بتعرفي مش ضروري نعرف تفاصيل كل اللي صار معكم لنعرف قديه تعذبتوا بحياتكم. اللي بيعيش القصه مش مثل يلي بيسمعها. ما هادي شحطني من البيت قضيت 7 أشهر عم دق له. ما كان يرد علي. ما بعرف. ما بعرف كيف قدر يكون قاسي هالقد معكم. ما بينلام. إنما التقاليد والعوايد خوف من المجتمع أهم من العلاقات. هيك بتكون ردة الفعل. خفت كتير خاصة لما بطني بلش يكبر. حسيت بالسخن. مين بدي يوقف حدي؟ كيف بدي ولد وما في حدا حدي؟ شو بدي قلن بالمستشفى بس يسألوني عن اسم البي؟ قطع قرار تروح ماجهم واجبروا يوقف حدي غصب عنه وعن جده. انت شو جايبك لهون؟
قلت لك ندى بليز في اللي بكفيني اللي صار بسببك. جاي اطلب منك شغله، انك توقف حد لبين ما ولدت. من بعد بعدك انك ما رح تشوف صورة وجهي بحياتك. اختي اذا بتريدي فلي عسى ما اضطر اشحتك مرة تانية. شو قلت اختي؟ ايه اختي، اختي اللي ما انتبهت انه عملتها ما رح تكلفها لوحدها. صيت عائلتنا كله صار بالارض من وراكي وكرامتنا كمان. قلتلك روحي الولد، بس قلتيلي بدي اعيش سنجل ماذر. هذا قرارك ما هيك؟ اتحملي قرارك لوحدك. اذا ما رح توقف حدي رح روح عن جدي، رح خليه يعمل اللي بده اياه فيي. ان شاء الله يقتلني، ما بقى فرقانه معي. جدك مات. كيف مات؟ ما قدر اتحمل هالفضيحه، صار معه جلطة ومات. كان أحلى خبر سمعته بحياتي. ما عرفت إذا بدي أضحك أو أبكي أو يمكن أرقص. شو النفع؟ طالما ولو مات هادي ما قادر يسامحني. بعرف مش بإيدك، بس أنت هيك عم تخلي حالك تمرض أكتر. اللي مخوفني يا سمر، كل ما زوره بالحبس بحسه مش ندمان على اللي عمله، كل همه يظهر من الحبس. بس ولا مرة سألني كيفك يا أمي. دعيله. عم بدعيله يا بنتي، عم بدعيله. جبتلك صحن فواكه منيرة. لشو عزبتي حالك؟ والله ما إلي نفس. لأني عزبت حالي بدك تاكليهم، قلت إيه ونقلت لا. أصلاً الحق علي ما كان لازم جيب لك إياهم لهون، طيب أجبرك تطلعي لبرا. أصلاً أنا ما بحب حدا ياكل بأوضة النوم. شو عم تضحكي أنت؟ ماشي؟ طيب خليها تاكلهم والحقوني لبرا نشرب القهوة سوا، أوكي؟ أوكي. بتضحك خالتي، جايبت لك الصحن على نص التخت وقال تدعى لحدا ياكل بالقوت. كل عمرها بتحكي وبتناقض حالها، بس قلبها طيب كتير. انا لو بدي ازعل من حكيتها كنت زعلت اول ما اخذها خيي وبطلت احكي معها، وانت كمان ما تزعلي منها. انا اكيد ما بزعل منها، بس بيناتنا الله يساعدوا علي عمو يوسف. كنت بدي روح شق على طارق، بس ماني قادرة، هو بيقدر ظروفي. طاط ام انور، طمني بالك، طارق ولا ممكن يعتب عليك. جوزك ما في منه يا سمر، الله يشفيه ويجازي اللي كان السبب.